تجارة أثاثنا لا تجارة لا المواد المحلية، إنتاج الإنتاج لا المواد المحلية أساسا أدلقان والعلك وتجمخت وقرثة وبكاك، المواد كاملة اللي مثلا في موري داخل موريتاني ننشوه حايد عن موريتاني، جينا بصام من شور مالي وجينا قرثة من السنغال، واساسا اللي انتاجروا الا المواد المحليه، واسعارها اسعار معقوله، دائما بدايه السنه تعود الا ثابته الا في متناول الجميع، عقاب السنه به اللي حكم تجف تعود تطلع شوي، بالاخص العرك اللي ما دام متداول مثلا في العالم كامل تعود دائما ارتفاع سعرها عن المواد الاخرى، المواد الاخرى دائما لا يتم في متناول الجميع. الاسعار ملي معقول، العلك حالا مبيوع ب 700 و 650 وتجمخت ب 900 والزرع ب 300 و 350 وادلقان ب 500 و 600، واسعار معقوله، ما هي في فتره ظهر قاع اصلا ما تعال، دائما تعال الا في عقاب السنه، عقاب السنه عقاب الصيف به اللي حكما يعود الحبوب في الساعه ما تلا وياسري وتعال الفتره لا معقول. الناس عليها معقول، اساسا هي تعتبر ماده يوميه به اللي الناس ادلقان تصمر به وبصام تعدل به شي من روايات اخرين تبيعوا تصرف زاز وتبيعوا، قبالها عليها لا معقول، ما هو قبال 200 غير بعد معقول الا تناولوه بشكل عادي، ما هو مثلا موريتاني كامل مستفادين منه به اللي الا اللي جايبه اللي جايبه الوتات يبيعوه هون للتجار، وحنا هون اللي نبيعوا احنا له الطواب اللي سقطوه، والناس كثريتها مستفاد منه، كثريت الناس مستفاد منه به اللي هون ياسر يبيع بصام وياسر يبيع تجمخت وياسر يبيع العلك مصرر ويبيعه مشوي يمشي به لاهدو ويبيع الاعشاب يقبضها من عندنا احنا هون، احنا يجيبوها لنا الوتات استوردوه احنا من عند الوتات يجيبوه منه، وحين نوزعوه احنا على 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 المواطنين يعود كلها قابل منه شاطر ماشي به يبيعوا مستفادين منه، وكثيره الناس بارك الله واحده فيهم مستفاده منه. صاحب حانوت في مرسة المكاين نبيع جميع انواع الحبوب، كي ادريغان كي قرته كي زرع، انواع الزرع كي تغليت كي بشنو كي رحية، جميع العداك عندك سيدي بابي، بيع تجمخة الحب دقي، بيع جميع أنواع باط تجمخة الحب والدقي، بيع العسل، بيع الدهن، بيع التشطار البقر والوحش، بيع جميع الأعشاب التمات الطلح جميع خروب الطلح جميع الأدبيقة الملح قرته خربش، انواع باط جميع
المنتجات المحلية وغير المحلية كيف تجمخ زيادة من الخارج كيف مالي كيف وسب. إقبال المواطنين ما شاء الله ونبيع انقسام الناس يقبال عليه ما هو دني لا الناس ما شاء الله تشريه ما شاء الله كامل أسعارها لجميع المتناول تقريبا ما في شيء صعب تقريبا للمستوى تقريبا عندك 700 تجمخ 900 مرة الفوقية جميع مثلا على المتناول الجميع تقريبا ما عنده مشكلة إن شاء الله. I'm going to go.